الصفقات المشبوهة والصفقات المشبوهة والقرارات المشبوهة والقرارات المشبوهة واك واك على شوها واك واك على شوها واك واك على شوها ديال المكتب المحلي وأعضاء المكتب الإقليمي وكذلك الاتحاد المحلي لنقابة برشيد وجميع الفعاليات المجتمع المدني اللي ساهمت معنا اليوم في إنجاح هذه الوقفة. كما كتعرفوا نحن منضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، هذه نقابة عتيدة لعمر ديالها جاية 70 سنة واللي ساهمت في تحرير المغرب من الاستعمار، وحنا ماشي ناس ديال الفوضى ولا ديال كما تيقولوا تحط العصا في الرويضة، وإنما كنا دائما كنلجؤوا للحوار والنقاش مع سواء المندوبية الإقليمية سواء المدير المستشفى الإقليمي، ولكن لاحظنا أنه في المدة الأخيرة هناك استهداف كبير للأطر الصحية عموما والأطر المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. هذه الوقفة كان من المزمع أنها تنعقد في الأيام الأولى ديال الجائحة ديال كورونا، ولكن ارتأينا تأجيل ديالها نظرا للوضعية الصعبة اللي عاشتها بلادنا، ولكن الآن مع الحمد لله التخفيف والحالة الوبائية المستقرة كان لابد من عقد هذه الوقفة. ما هي إلا وقفة إنذارية وهناك مسلسل تصعيدي في حالة استمرار الإدارة في الغي ديالها، وحنا لا نطالب بشيء إلا إقرار القانون والحوار ومأسسة الحوار الاجتماعي اللي هو حق دستوري للنقابات. فهناك أمور كثيرة كيشوبها القانون تشوب القانون وليست بقانونية ولا دستورية، وحنا الحمد لله عندنا ملف مطلبي متكامل اللي غادي ناضلوا على قبله. ومن هذا المنظر كنطلب من جميع المسؤولين على المستوى الجهوي وكذلك من وزير الصحة أنه يتدخل من أجل إزالة الحيف اللي وقع على هذا المستشفى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صويرية وفي الهية التفعيلية وفي الهية التفعيلية وفي الهية التفعيلية وفي الهية التفعيلية وكلنا مطحونين وكلنا مطحونين وكلنا مطحونين وكلنا مطحونين. العام الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، حنا اليوم نظمنا هذه الوقفة إنذارية ورعينا فيها الحجر الصحي. هذه الوقفة كان مزعم عقدوها أكثر من شهر هذا لعدة أسباب، من بينها هو الميز والحيف والشطط الذي ينهزه مدير المستشفى الإقليمي وهو مدير المستشفى الرازي للطب النفسي بالنيابة، ناهيك على استفسارات وكذلك التحرش بمناضلين الاتحاد المغربي للشغل. نخلي عدة خلي السبيطار مستشفى الرازي اللي كيتعد معلمة تاريخية اللي عنده أكثر من 100 سنة، مازال السبيطار فيه القمل والمدير متجه كيدير لنا الكاميرات، مازال الناس كتعاني، تدبير المفوض، الحراسة، النظافة وكذلك الأغذية، تدني الخدمات الصحية لا على المستوى المحلي ولا الإقليمي. احنا اليوم هذه وقفة إدارية مراعين فيها، كنقولوا مراعين فيها الظروف اللي كيعيشها المغرب في ظل هذه الجائحة ديال الكورونا. حنا حتى السيد المندوب كيقول لك الفقيه اللي تسناو بركته ودخل الجامع بلغتو، انا مندوب متواطع مع مدير المستشفى الإقليمي. حنا كنطالبوا من هذه المنابر، كنطالبوا التدخل ديال السيدة المديرة الإقليمية المديرة الجهوية، كما كنطالبوا التدخل ديال السيد وزير الصحة. كيف يعقل ان برشيد لا تبعد على الجهه على المديريه الجهويه بنص كيلومتر ب 20 كيلومتر 20 دقيقه والمديره ما عمرها قامت بهذه الزياره؟ حنا تساؤل، شكون اللي كيحمي هاد المسؤولين هنا بديت برشيد؟ شكون اللي كيحمي هاد المسؤولين على اقليم برشيد؟ حنا كاين اختلالات، مجموعه من الاختلالات لا بد من افاده الجهه اما جهويه ولا بالاداره المركزيه للوقوف على عده مشاكل. حنا اليوم ما كيلعبناش هذا المسؤول، لا المسؤول المحلي ولا الاقليمي، حنا كنشوفوا غير الحيف سابقه من نوعها، من حيث قام سي المدير المستشفى الرازي اللي هو مدير المستشفى الاقليمي بالتنقيل ممرضات في الطب النفسي، واش هاد الممرضات الوزاره خاسر عليهم تكوين ديال 3 سنين وانت غادي بهم السبيطار المستشفى الاقليمي خارج عن الضوابط المعمول بها قانونيا ومذكره ديال الحركه الانتقاليه؟ هاد الشيء راه ماشي معقول. واليوم هذه غير وقفه انذاريه، الوقفه الجايه ان شاء الله حنا غنحاولوا اننا
نهبطوا كاملين كاتحاد مغربي للشغل وكجامعة وطنية الصحة على مستوى الجهة. كما أود أن أشكر الجمعيات الحقوقية الحاضرة معنا، وأشكر تنسيقية المجتمع المدني، كما أشكر الإخوان للمكتب الجهاوي. حنا في إطار المساندة، حنا اليوم قلنا نديروا هذه الوقفة بهذا النوع وهذا الكم، ولكن المستقبل إن شاء الله ما كاين غير التصعيد. إما حنا ولا حتى في هذه المدينة، إما حنا ولا حتى في هذا الإقليم. حنا نقابة عتيدة، نقابة اللي تولدت من رحم ديال العمال، نقابة اللي عندها أكثر من 65 سنة. عرفناك بأنك عندك انتماء نقابي وسياسي، خدام الأجندة السياسية، ولكن حنا راه نقابة مستقلة وما تخلعناش وما تركعناش. حنا كنطالبوا برحيل المسؤولين على المستوى الإقليمي والمحلي. السيد المندوب، السيد المندوب اللي مخلي المشاكل كيتخبطوا بها الممرضين الموظفين، ولا سيما في هذه الظروف ديال جائحة ديال كورونا. الناس في 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 ليالي رمضان وفي الظروف ديال كوفيد 19 وجبات ليندلها الجبين، وجبات واش واحد غيخدم لاكارد ديال 12 ساعة غيعطيوه نص سيترو ديال الحليب وجوج بيضات خضرات فين غيطيبهم. اللهم إنا هذا المنكر، اللهم إنا هذا المنكر. كنطالبوا السيد الوزير أنه يفاد لجنة وزارية لهذه المعلمة التاريخية، وكنطالبوا وكنعاود نركزوا بأن يجب محاسبة المسؤولين وربط المسؤولية المحاسبة. وكما كنطالبوا بأن مبدأ أنه لإسناد الكفاءة. مستشفى إيمان خطاب، ممرضة في مستشفى الرازي للأمراض العقلية برشيد، ورئيسة هيئة الدفاع عن المرأة والطفل للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بعملة المحمدية، وعضوة في المكتب المحلي للجامعة الوطنية للصحة. نحن اليوم نستنكر ما تقوم به إدارة المستشفى في تطبيق القانون الداخلي للمستشفيات، وكذلك خرق للمذكرة الوزارية للحركة الانتقالية. ومن هذا المنبر نطالب من سيد وزير الصحة والمدير الجهوي الالتفات إلى هذا المستشفى الذي يعتبر من ضمن أقدم المستشفيات بالمغرب، إذ أصبح يعاني من التهميش والتعسف والاضطهاد للأطر الصحية، وكذلك الظروف الاستشفائية المزرية للمرضى التي تتمثل في انعدام شروط النظافة والصحة، مثال انتشار القمل مؤخرا، ولا ننسى كذلك المستشفى الإقليمي الذي أصبح يعاني من عدة مشاكل تتماطل الإدارة في حلها. ومن هذه المشاكل على مستوى البنيات المستشفى تعاني من تصدعات واضحة للجدران والأرضيات. على المستوى التنظيمي مثلا مسار كوفيد 19 غير معروف داخل المستشفى، إذ أن المرضى والموظفين وحالات المشتبه فيها تمر عبر الباب الرئيسي مرورا بقسم الأشعة، وكذلك غياب المداومة الإدارية ما بعد الرابعة والنصف ظهرا وأيام العطلة والأعياد. ومن هذا المنبر كنشكر الأطر الصحية والأطر التمريضية والأطر التقنية والإدارية والعاملين بالمستشفى من العاملات النظافة وحراس الأمن الخاص، وهم جنود مجندون وراء عاهل المملكة صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لتخطي هذه الأزمة الحالية وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، كما أوصى بها عاهل المملكة في رسالته السامية خلال المناظرة الثانية للصحة بمراكش. ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.